السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل النهاردة تيست جديد عن السيرج كاونتر. السيرج كاونتر ده موجود عند اي سيرج اريستور بنقسمه كده كاونتر، يعني بيعد عدد البلصات، اهو بيعد عدد البلصات اللي لو حصل فيه اي سيرج او اي سويتشنج بيحصل مثلا، او اي سيرج من الصواعق. ففي نفس الوقت برضو هنا اما بيحصل اي سيرجنج بيبقى في هنا ملي امبير بيجي على الشاشه زي ما انتم شايفين كده، هنا بتبقى قيمه الامبير بالبيك. يعني لو الار ام اس يبقى الاي بيك على جذر 2 بيدي لك قيمه الار ام اس. فانا بوصل هنا فولت عادي، فولت اهو انا بوصل فولت زي ما شايفين، ادي واير هنا واير هنا، فولت عادي على الكاونتر ده. والناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين رايحين على الجهاز اهو بتاع السبيريكر، ادي الفولت جاي من هنا المفروض. بس طبعا قبل بدل ما احط الطرف التاني بتاع الفولت هنا، لا بوصل بمقاومه سيريز 500 اوم زي ما احنا شايفين، وبناخد بقيه الطرف بتاع الفولت ونوصله عند الكاونتر. بنعمل معايره يعني 1 ملي امبير، وبنحقن مثلا 10 ملي امبير، 30 ملي امبير، 50 ملي امبير، ونقيس هنا بالكلامب امبير. هنا كلامب امبير هديني بالار ام اس، فهتضرب القيمه في جذر 2 عشان تقارنها بالبيك فاليو الموجوده في السيرج كاونتر. فمثلا وليكن احنا عايزين نعمل 1 امبير، نعمل اون، نزود، بيزيد معانا، هنا مثلا جاعاتي 0.718 ملي امبير، هنا فعلا عاطي 1 ملي امبير زي ما احنا شايفين، 1 ملي امبير. هنلاقي هنا بالكالكوليتر قدامنا، كالكوليتر اهو، الكالكوليتر ده هنعمل 7.717 وهنضربها في جذر 2، في جذر 2 يعني هنضرب 0.717، ادي هنضربها في جذر 2، شوف جذر 2 هنا فين، ادي جذر 2 ب1.414 في 0.717 بتدينا 1.013، نقص من 1 وقسم على 1 هيديلك الايرور، هيدينا الايرور لو ضربت ده في 100، 1.3%، يعني احنا عندنا لغايه 10%. بكده المعايره في اول نقطه كده كويسه. بتكرر كل ده بقى على قيم مختلفه، على 10 ملي، على 30 ملي، على 50 ملي. وبكده عملنا التيست، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.